كده 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 يلا يا رجاله. صورها لك اهي. لازم تتصور. بدا شغل المهزله اللي جوه. صور والنبي لا تصور. هنا هنا. ارفع بقى على الفيس وقول يا عم. جاهل مرد. انت بتصور الزحمه؟ ها؟ انت قدامك شهر الصور مستعجل على ايه؟ ماشي ماشي. كله هيتشاير. صور الحلاوة. انتوا ناس باردة. عشان الناس تعرف يا ماما ان في زحمة. طلعت معانا في التصوير. ايه؟ اقول ان في زحمه والناس واقفه هنا ولا بتوديها للاخوان؟ هي معناها كده انا اصلا مفيش داعي انك تصور الناس يعني. انا بقول لك مفيش داعي. انا عندي كده. انا بقول لك مفيش داعي. ممكن انت بقى يتقال عليك انك بتصور توديها للاخوان. اه بصور زحمه. ايه المشكله؟ ايه؟ ملوش لزوم. ليه ملوش لزوم؟ اللي انت بتعمله اللي انت بتعمله ده غلط. كبر دماغك. مالكش انك انت تصور ان الشعب كده. انا بقول لك. انا اللي بقول. انا بقول لك مالكش انك تصور الشعب كده. لا ايش عرفني. لا مش حر. انت معاه. انت معاه. لا لا مش حر. ما يصورش. لا بدل مرموله في الشارع. اه بتصور. بتصور التجمعات عشان تديها للاخوان. ده الاخوان. اه ما تمدش ايدك. اولا هو ما ينفعش يديها للاخوان. ما تمدش ايدك. انا بزعق. انا بقول لك ما ينفعش يديها للاخوان عشان معلش ما يصورش بقى. مش تاني حاجه. انت عاجبك اللي احنا فيه. انا واحد من الناس اللي معجبني. مش عاجبك. مش عاجبك اركب مواصلات. مش عاجبه المتر ويركب مواصلات. مش عاجبه المتر. لكن مش من حقه يصور الناس. هو بيتكلم صح. ليه يا باشا؟ ليه يا حاج؟ انا عايز اصور اللي من حقه يصور الشعب. يصور ده هما بيجيبوا القيادات يمسكوها. يمكن انت عشان يمسكوها. بس كده. كل واحد حر يا جدعان.